السلام عليكم. إذا الآن غادي ندوزو القاعدة الثانية ديال النشر، لا دوبل ديستريبيوتيفيتي. إذا النشر ولا لو ديفلوبمون هو تحويل جداء إلى مجموع. إذا كما كتلاحظوا في القاعدة، عندنا A زائد B مضروبة في A زائد C. إذا شنو كنديرو؟ كنضرب A في C و A في D. إذن A في C زائد A في D، وكذلك كنضرب B في C وكذلك B في D. إذن هذه العملية كتسمى النشر. غادي ناخذ مثال. إذن جوج في واحد، جوج في واحد، إذن جوج في واحد، وجوج كنضربها في زائد X. دائما العدد قراوه بالإشارة ديالو، جوج في زائد X. إذن هي زائد جوج إكس ناقص إكس في واحد، ناقص إكس في واحد، ناقص إكس في زائد إكس، ناقص في زائد هي ناقص، إذا ناقص إكس في إكس. نقسمنا لتحت باش خدنا المساحة. إذا جوج في واحد جوج، جوج في إكس جوج إكس، ناقص إكس في واحد هي ناقص إكس، وناقص x في x هي ناقص x أس 2. إذا خصني نبسط هاد الكتاب. إذا كنجمع x مع x، ميمكنليش نجمع x مع x كاري. إذا كنجمع الحدود اللي عندهم نفس الرتبة. عندنا x أس 1، x أس 1. إذا كنجمع x كاري مع x كاري، x أس 3 مع x أس 3، العدد المعلوم مع العدد المعلوم. إذا جوج جوج إكس ناقص إكس، يعني جوج إكس ناقص واحد إكس، إذن هي إكس ناقص إكس أس 2. إذن هذه هي الكتابة المختزلة لهذا النشر. إذن حولنا جداء، هو جداء، إلى مجموع. ندوزو للحالة الثانية. إذن عندنا إكس مضروبة في جوج إكس، إكس مضروبة في جوج إكس، إكس مضروبة فاش؟ زائد واحد. إذن زائد إكس في واحد ناقص ثلاثة، عدد بالإشارة ديالو ناقص ثلاثة فاش؟ في جوج إكس. إذن ناقص ثلاثة، بطبيعة الحال راه معندناش حق نهبطو بهاد الطريقة، ولكن حنا باش نختصرو لما قدناش لي سباس إذن كنهبطو تجاوز بطبيعة الحال. إذا ناقص ثلاثة في جوج إكس، ناقص ثلاثة في زائد واحد، ناقص في زائد ناقص، إذا ناقص ثلاثة في واحد. إذا إكس مضروبة في جوج إكس، إذا إكس في جوج في إكس هي جوج، و إكس ضربتيها في إكس كطيك إكس أس 2 قوى. إكس مضروبة في واحد هي إكس، ناقص ثلاثة في جوج إكس، إذا ناقص ثلاثة في جوج هي ناقص ستة، ناقص ستة في إكس هي ناقص ستة إكس، كتبقى ناقص ستة إكس، ميمكنليش نحسبها لأن إكس عدد مجهول. ناقص ثلاثة في واحد هي ناقص ثلاثة. إذا واش غنحبس هنا ولا غنزيد نحسب؟ طبيعة الحال غنشوف واش يمكن لي نبسط هاد الكتابة. إذا كيبان لي بأن عندي إكس وعندي إكس، إذا زائد إكس ناقص ستة إكس، يعني بحال عندنا واحد إكس ناقص ستة إكس، إذن هي ناقص خمسة إكس ناقص ثلاثة. دابا غادي ندوزو لواحد التمرين تطبيقي. دونك ديفلوبي بوغ ريدويغ ليزيكريتور سويفونت. إذن غادي ننشرو ثم غادي نحاولو نختصرو أو نبسطو الكتابة ديالنا. إذن أ كتساوي لنا x زائد 3 عامل 4 زائد x. اذا غادي نضربو x في 4، اذا x في 4، x كذلك في x، اذا زائد x مضروبه في x. لعد دابا الحد التالي زائد 3 مضروبه في 4، اذا زائد 3 في 4 زائد 3 زائد x، اذا هي زائد 3 مضروبة في x. دابا غادي نبسطو، إذا ضرب x في 4
إذن العدد المعلوم هو الأول 4x. x مضروبة في x هي x أس 2 12، وثلاثة في x هي 3x. إذن واش ممكن لي نبسط هذه الكتابة؟ إذن ممكن، إذا لاحظوا هنا 4x زائد 3x هي 7x، إذن 7x زائد x كاري زائد 12. هنا عادة يستحسن أنني نبدأ بالحد اللي عنده أكبر درجة هو الأول، عد الحد الآخر 7x زائد 12. إذن هنا ميمكنليش نزيد نبسط هذه الكتابة. دابا غادي ندوزو لبي. إذن بي كتساولنا إيكغيك ناقص 5 عامل إيكغيك زائد 2. إذن إيكغيك مضروبة في إيكغيك، إذن إيكغيك مضروبة في إيكغيك زائد إيكغيك مضروبة في 2، إيكغيك مضروبة في زائد 2، إذن هي إيكغيك في 2 ناقص 5 في إيكغيك، ناقص 5 في إيكغيك، ناقص 5 في زائد 2، إذن ناقص 5 في العدد 2. إذن إيكغيك في إيكغيك هي إيكغيك أس 2، إيكغيك مضروبة في 2 هي 2 إيكغيك، منديرش إيكغيك 2، هنا خطأ. إذن دائما العدد المعلوم هو الأول عاد المجهول، العدد المعلوم عاد المجهول. إذن ناقص 5 في إيكغيك هي ناقص 5 إيكغيك ناقص 10. إذن دابا نبسطو هاد الكتابة، إذن إيكغيك أو كاري هنا عندنا زائد 2 إيكغيك ناقص 5 إيكغيك، إذن هي ناقص 3 إيكغيك ناقص 10. ندوزو دابا لعدد سي. إذن سي كتساوي لنا أ ناقص 7 6 ناقص أ. إذن أ في 6، إذن أ في العدد 6، أ في ناقص أ، إذن هي ناقص أ مضروبة في أ، ناقص 7 مضروبة في 6، إذن ناقص 7 مضروبة في 6. لاحظوا معي هنا ناقص 7 في ناقص أ، ناقص 7 في ناقص أ، إذن ناقص في ناقص زائد، إذن كندير زائد كندير 7 في أ. إذا في الأصل هي كانت ناقص 7 في ناقص أ. إلى حيدنا الأقواس وطبقنا قاعدة الإشارة، الناقص في الناقص موجب، إذن غتساوي غتولي هي 7 مضروبة في أ. إذا حنا مباشرة نطبقوا قاعدة الإشارة ونكسبوا العدد بلا أقواس. إذن أ في 6 هي 6 أ، أ في أ أ مربع، 7 في 6 هي 42 زائد 7 في أ هي 7 أ. إذن ناقص أ مربع، إذن 6 أ غادي نجمعها مع 7 أ ناقص 42. إذن دائما ما تبدلوا الترتيب، حافظوا على الإشارة ديال الحدود. إذن دائما الإشارة الحدود اللي كتسبق، الإشارة اللي كتسبق الحد دائما حافظوا عليها. إذن ناقص أ مربع، 6 أ زائد 7 أ كتعطينا 13 أ ناقص 42. دابا العدد دي، إذن x زائد 7 عامل x ناقص 1، إذن كنضربو x في x. طبيعة الحال راه يمكن لي ندير مباشرة x كاري، ولكن حنا كنحاولو نفصلو ومن بعد نتوما هاد العملية متقنوها مزيان، كيمكن لكم مباشرة ديرو x كاري. إذن x في ناقص 1 هي ناقص x في 1 زائد 7 في x، إذن هي زائد 7 ضربة في x زائد 7 في ناقص 1، 7 في ناقص 1، إذن هي ناقص 7 في 1. إذن x في x هي x مربع، ناقص x في 1 ناقص x، 7x ناقص 7.
إذا انتبهوا هنا، راه كنديروا الضرب، عملية الضرب، عاد كندير عملية الجمع أو الفرق. إذا ممكن نبسطوا هذه الكتابة، ناقص إكس زائد 7 إكس هي 6 إكس ناقص 7.